وفي هذا اليوم المبارك الذي يصادف الذكرى 40 لتأسيس جماعة العدل والإحسان في المغرب، لابد أن نستذكر هذا التاريخ الطويل الإبداعي في العمل السياسي والاجتماعي والتربوي والدعوي، والذي جيش هذه الأمة في المغرب لكي تكون يعني هي الرائد وهي القدوة لكافة فئات المجتمع المغربي. عندما نرى منهم العلماء والعاملين في حقل الدعوة وفي حقل التربية، هذه الجماعة التي برهنت عبر هذا التاريخ الطويل على مصداقيتها وعلى فعاليتها في توجيه هذا الشعب المغربي العظيم، وتوجيه البوصلة نحو العمل الفعال الرائد في كل المجالات التربوية والدعوية وأيضا حتى الجهادية، لأنها جعلت أيضا قضية فلسطين هي القضية المحورية والمركزية وهي القضية الأم. فنرى كافة قطاعات الشعب التي تواجد في هذه الجماعة من ناحية الشباب والنساء وأيضا الرجال، فنرى أنهم كانوا فعلا القدوة التي يحتذى بها لنصرة كافة قضايا الأمة ومنها كما قلت القضية الفلسطينية.